السلام عليكم، معكم حمزة من زولايت. اليوم غادي نتاكو بروبليم 13 من بروجيكت ايرلر. قالك work out the first 10 digits of the sum of the following 150 digit numbers. بون، سي كوا لو بروبليم؟ عطاونا شغل اعداد 100، وكل عدد فيه 50 فيه 50 رقم. قال لك قال المجموع تاع هاد الاعداد هادو كاع، بصح عطيني غير الارقام العشر الاولى تاع النتيجه. دوبون هي كاين شغل دو مانيير باش تلقى لا سوليسيون هنايا. سوا تستعمل جي ان يو جي ام بي، هادي دير لك شغل لايبراري باش نجم تخدم بأعداد كبيرة، باسكو بيان سور في سي بلس بلس و سي تنجم تخدم ديريكت، تكتب انتجر وتحط فيه هذا العدد الكبير، غادي يصرى انتجر اوفر فلو و يعطيك زعما النتيجة قاع خاطئة. و كاين شغل دوزيام طريقة، طريقة الزوجة هي كالتالي. تخيل نجبدو غير 4 اعداد كيما هكا، ياك هادو جبدتهم كيما هكا، وغادي نقبضو غير نقولو تمن الاعداد، تمن الارقام الاولى تاع هاد الاعداد، ياك. هادي غير زعما مثال، غادي تكون عندنا هذا رقم كبير، هذا رقم كبير، هذا وهذه، وغادي نسيو نجمعوهم، ياك نجمعوهم شو تعطينا هذا العدد. وغادي في بلاصه ما نقولوا حوس لي على هذا اللي كسموه على المجموع تاعهم، حوس اعطيني زعما غير جوج ارقام الاولى. تسمى في هذه الحاله هذه غادي جوج الارقام الاولى هي 24، ياك. باش تخيل في بلاصه ما الاعداد الكبيره هادو في بلاصه نستعملهم كاع، غادي نستعمل غير الاعداد الرابعه الاولى، ياك. غادي تعطينا هذا اللي كسموه هذه العمليه، ياك. 3710، 4637، والى اخره، ياك. نجمعوهم كاع في رهبه، تعطينا هذا العدد 24973. ومين قلنا خصنا غير زوج اعداد الاولى، زوج ارقام الاولى، سما 24. هي النتيجه سما كيما شفتو كيف علاه، على خاطرش كل كي تشوف الماغنيتو كي يقولوا له العدد كي تجمع شغل هذا الاعداد الاولى، هاد الارقام الاولى هادو 7 7 6 3، كي شغل قليل وين ينجم يافكتي هذا العدد الكبير هذا، ياك. كذلك ترى مع هذا الرقم هادو، وكل ما العدد يزيد يكبر، كل ما العدد يزيد يكبر، هذا العدد العدد التوالى هادو ما يجموش يافكتو العدد الكبار هادو، قليل وين يافكتيه شغل يبدل الريزولتا. دونك حنا في بلاصه ما نحسبو زعما مجموع تاع رقمين، نزيدو زعما بور اتر سور، نزيدو زعما زوج ارقام ولا ثلاثه باش زعما كي نجمعهم في رهبه وفي النتيجه هذيك تماك عاد نقلعو هذوك الزوج رقمين، نقلعوهم الريزولتا. وهذيك غادي نديروها في سي بلس بلس، كي غادي نديروها نشوفوا الكود. بون غادي هذه الخطره هذوك الارقام الاعداد هادو حطيتهم في فيشي تكست، ياك. وصنعت فاريابل سترينغ سمو فايل نيم، وعطيت لها الشومان تاع كسموه تاع الفيشي تكست هذاك، على خاطرش كي نكومبيلي البروغرام غادي يحطها لي في دوسي كيقول لهنايا، في دوسي شويه بعيد،
وكون نكتب له هنايا كيما هكا، كون نكتب له بروبليم 13.txt غادي ما يلقاش، باسكو غادي يحوس في هذا الدوسي هذا، ودركا ما رميش في الدوسي تما. دونك غادي نعطيه كيقول له absolute path والله بلونغي. بريف غادي نسحقو فايل ستريم ياك فور بيان سور لانكلور. واش نقولو هنا؟ نقولو اف فايل از اوبن، الى نجمو زعما نحلوه الفيشي هذاك نديرو حاجه، سينو نقولو له شنو نقولو له؟ نقولو له شغل سي با، نقولو له بلي سي با بوسيبل هكا. كود could not open file std ياك. نخرج من البروغرام. دونك الى قدو نحلو الفيشي نديرو سوا نخدمو بالاعداد هذوك، سينو نخرج من البروغرام هنا ونافيشو ايرور ولا حاجه كيما هكا. دركا اش خاصنا؟ خاصنا كي شغل اللوب، شغل لوب خاصنا وايل لوب. نفوتو على زعما الاسطر هذوك ياك. وفي الوايل لوب هذا كي تستعمل جيت لاين غادي يسحق دو بارامتر. البارامتر الاول هو فايل ستريم، والبارامتر الزاوج هو كيشغل سترينج. بارامتر الزاوج سترينج كيما هكا. دونك غادي اللاين، هاد الفاريابل لاين غادي يكون فيه كل خطرة من نفوت على اللوب هذاك غادي يكون فيه ستار واحد كيما هكا ياك. دركا هذاك اللاين هذاك خصنا نستخرجو، قلنا احنا خصنا العدد، خصنا 10 أرقام تاع النتيجة. بون احنا غادي زعما نزيدو، قول نزيدو 1 2 نردو نقولو 12 رقم ياك. دونك هذاك اللين هذا، هذا اللين هذا غادي نستخرجو 10 أرقام 12 سمح لي. دونك نستعملو سبسترينغ، نقولو من زيرو حتى 12 ياك. بصح هادي غادي يكون، هادي غادي تعطينا سترينغ، وحنا خاصنا انتجر نمبر. دونك حنا غادي نزيدو نصنعو فاريابل unsigned integer 64 بيت سمو سام، سامي زعما المجموع، وخاصنا تانيك نمبر بيان سور. واش نقولو له؟ نقولو له يحطها لنا في السمو، في ال في النمبر كيما هو النمبر. شوف شو راح يقول هنا، string stream ايه بلا خاصنا include كيما هكا. من ديفولت تنسى الانكلود هاي البروغرام قاع يروح فيها، فاهم؟ دونك نصنعو string stream. في هاديك string stream ندخلو فيه 12 رقم تاع كل ستار، و هاديك 12 رقم غادي حنا ندخلوه في نمبر، غادي شغل يكونفيرتيه لنا لل انتجر انسايد انت. بعدا اش نقولو؟ نجمعوه، نجمعوه لل للسام هذا كيما هكذا فوالا. و بيان سور خاصنا getting the answer، خاصنا نجيبو ال دوكي نجمعو هنا، خاصني خاصنا نقلعو
10 ارقام الوالة. دونك اش نديرو؟ std cout قلنا std string stream ياك ندخلو فيه السام بعدا ايوا واش راني ندير بالك بالك نكتبو نصنعو هنا variable string stream ياك في string stream ندخلو فيه السام هدا بعد هنا نقولو get string string كما هكا سمحولي دونك في ستريم هذا غادي يكون فيه النيميرو هذاك نقولو له جبد لنا string دونك هي في الحقيقة هذه زعما اون مانيير بور كونفرتير انتجر لستring من بعد نقولو له get نقولو له substring خاصنا غير 10 ارقام الوالا بيان سور نقولو له نبعتو نيو لاين اند لاين كيما هكا اوبن نزيدو كومونتير هنايا نقولو له لوب ثرو ايتش لاين ديفوا ياك get the first 12 digits جبدو 10 12 رقم الوالا and put it in number ياك بون هادي ما مكلا نحطو كومونتير فاهم سي ترو سامبل شوفو شنو تعطينا هاديك هو الجواب دونك تلخيص عندنا فيشي في هذاك فيشي كان اعداد كل عدد فيه 50 رقم ياك غادي نفوتو على هذوك الاعداد نفوتو على كل سطر هنايا نفوتو عليهم نجبدو 12 رقم الوالا تسمى 12 رقم الوالا نجبدوهم ياك ونجمعوهم من بعد المجموع هذاك نحولوه الى سترين ونجبدو العشر ارقام الوالا باش تعطينا الريزلت هذا جسبر عجبكم هذه الحلقة وإلى المرة القادمة إن شاء الله السلام عليكم.